المشاكل اللي بيتكلم عنها محمد الزيتون بصراحه لو مشيت ماليزيا ما طيب طبعا كلكم تعرفوا ماليزيا هي تقع في الجنوب الاقصى لقاره اسيا وتتكون من جزيرتين اللي هي الجزيره دي منسيون بتاع ماليزيا في جزيره منها من هناك اللي هي جزيره صباح وسواكته معظم الحضاره ومعظم الجامعات في الجزيره دي. ماليزيا فيها مجموعه جامعات ففيها زي 13 جامعه حكوميه وفيها زي 9 برايفت سكولز وفي جامعات عالميه كان عندها فروع في ماليزيا زي جامعه مونيش اللي هي جامعه استراليه وجامعه نيوكاسل وجامعه توتنهام عندهم فروع في ماليزيا وهي مجموعه من الجامعات الموجوده في ماليزيا. طيب دي الجامعات الماليزيه دي الببليك يونيفرستيز الخمسه الاوائل دول هم التوب 5 يونيفرستيز. انا حقيقه قريت في الجامعه الاولى اللي هي يونيفرستي ببليك ماليزيا لكن الجامعه اللي هي الاولى في ماليزيا اللي هي يونيفرستي ملايا اللي هي هاز بين استابلشت في 1905 يعني بعد جامعه الخرطوم بثلاث سنين انا جامعه الخرطوم في 1902 وهي تقريبا 180 على مستوى العالم حسب الكلاسيفيكيشن بتاع الكيو اس. يونيفرستي تكنولوجي ماليزيا هي تقريبا 360 الكلام ده كان في 2012 360 ويرلي باي رانكينج ويونيفرستي تكنولوجي ماليزيا هذا كلها الناس بالذات هي كونسيرن بالانجنييرنج كل الطايش بتاعت الانجنييرنج وفيها فاكولتي اوف اديوكيشن وفيها فاكولتي اوف مانجمنت لكن ما فيها اي ميديكال ستاديز ولا اجريكلتشرال ستاديز. في يونيفرستي بوتر ماليزيا ويونيفرستي ساينس ماليزيا انا في تقديري يونيفرستي ساينس ماليزيا من الجامعات الكويسه في ماليزيا ويسمى بالماليزي يونيفرستي تبكان ماليزيا هي الجامعه الوطنيه الماليزيه. وحقيقه يونيفرستي تكنولوجي ماليزيا انا الادفايس هنا دكتور محمود في سكول اوف ماثماتكس وفي سكول اوف ماثماتكس هي هاز بين جراديويتد فروم ذيس سكول. هي بقيه الجامعات الببليك يونيفرستيز. طيب لو كان التقدم بالنسبه للجامعات يا اخوانا بتقدم اونلاين ممكن تكتب حقيقه على السلايد اللي عملتها على عجل لكن ممكن لو بدات تخش الويب سايت بتاع كل جامعه تكتب www تاخذ الحروف الثلاثه بتاعت كل جامعه اللي هي utm.edu.my الابلكيشن بالنسبه لهم اونلاين يعني بدات تعمل ابلكيشن لماستر ديجري ولا بي اتش دي ديجري طوال بتخش على الويب سايت على الابلكيشن اونلاين. طيب تلقى كل الريكويرمنت في الويب سايت. في مشكله دلوقتي الناس في ان انت في $30 اللي هي ابلكيشن فيه المفروض تدفعها عشان يوصل للابلكيشن بروسيس. طيب بالنسبه لليو تي ام حقيقه انا شخصيا ممكن ازعلكم في اليو تي ام لو في زول حابه يقدم لليو تي ام ولو بتعرف اي سوداني في اي واحده من الجامعات الثانيه دي ممكن يدفع لك $30 يرسل لك السليب انت حتعمل لها اتاشمنت في الابلكيشن بتاعك. الابلكيشن البروسيس بتاعه انا شخصيا قدمته لواحده زميلتنا ممكن ياخذ يومين ثلاثه يوم يصلح لك شنو الاكسبتنس ما اكمل وممكن تتابع الاكسبتنس ذاته اون لاين زي ما حنشوف في البرزنتيشن الثاني. طيب مشان سنغافوره سنغافوره دي اللي هي بينه وبين المدينه اللي انا موجود فيها بس كوري يعني من العين المجرده اشوفها طبعا اخواننا سنغافوره هي طبعا من دول العالم الاول وفيها جامعه اللي هي الـ NUS National University سنغافوره ودي توب 10 في اسيا انكلودينج الجابانيز يونيفرستي يعني هي توب 10 في الرانكينج العالمي ومن ال 30 كانت تقريبا من ال 30 على مستوى العالم على حسب الـ QS فهي يعني من الـ schools الـ high ranking school worldwide اللي هي National University سنغافوره برضه انا زرت الجامعه والابلكيشن بتاعها اونلاين برضه عندها فيز وفيها سكولر شيب لكن يا اخوانا السكولر شيب دايما بتاخدها بعد ما يجيك الاكسبتنس كده بعدها بتقدم للسكولر شيب نفس الشيء بالنسبه للجامعات الماليزيه يعني تجيب الاكسبتنس كده والاكسبتنس كده ذاتك بتتقدم بالنسبه للسكولر شيب. السكولر شيب في الجفرمنت بالنسبه للماليزيا في الجفرمنت سكولر شيب اللي هي زي الام تي سي دي هنشوفها دي بتقدم للام تي سي دي للوزاره وفي بعض المشرفين بيكون عندهم
موفر وكل عنده بروجكت اصلا شغال فيه بروجكت محدد وكل شغال فيه فمش يذكر بديك الفرق. فغير كده برضو في الجامعه مرات تبقى الفرق اللي هي مثل الان بتكون ديوتيشن فيز يعني بتتعالجها بسمه دراسيه. ففي كميه من انواع من الفرق فانت كيف تبدا يا فاهمك؟ والانسان اللي بيسيب في طريق العلم انا مشيت على الاقتصاد في القطاع الخاص. انا كنت شغال مهندس في سنتين مشيت على القطاع الخاص لكن اي كومبليت ماي سيلف ما بزلوش في طريق العلم وطلعت ساعه اصلا ما لها علاقه بالثلاثه بس انت ماشي في طريق صحيح ويجتهد. يومن كان سكسس. طيب في جامعة الثانية اللي هي اسمها ناشونال تكنيكال يونيفرسيتي اللي هي نانيان تكنيكال يونيفرسيتي دي برضو من التوب 10 في اسيا وتقريبا في ال 200 الاوائل وير بتوعد وهي جامعة برضو في سنغافورة. حقيقة البقية دي انا ما زرتهم لكن زرت ال 200 دي وهي بقى ابلاي اونلاين فور ذيس تو سكولز. طيب في بتاع NUS Singapore University. والله أخبرنا بصراحة نحن الواحد ما كان في ناس زمان المعرفة والتواصل كان بسيط فما كنا بنعرف يعني زي NUS دي نحن زرناها بعد ما خلاص كان وقت قبل كاملة الدكتوراه حتى زرتها. لو كنت بعرفها من زمان كان مش زي لانه يكون جامعة داخل بتاعها عادي وجامعة فيها فوق جامعة كويسة وين الوايد يعني حتى كمان مدير الجامعة لكم مدير جامعة الملك جامعة الملك عبد الله. لكن احنا زمان يكون التداول المعلومة كان بسيط وهسه الحمد لله المعلومة بقت متوفرة فهي من الجامعات المحترمة جدا على مستوى العالم. في الجامعة الثانية هي نانيان تكنيكال يونيفرسيتي إذا كان المشرف واحد وكذا الخطاب لكن ده
you will be his student or her student. حقيقة دي كل المعلومات اللي حبيت أونلاين هنا برضو بتابع الابليكيشن بتاعك أونلاين طبعاً من البوست جرادويت بيمشي للكلية اللي أنت حتعمل فيها البي اتش دي بتمشي ليه؟ لأن كل البروسيس أنت بتتابعها لحد ما يجيك الفاينل أكسبتنس وحتى الفاينل أكسبتنس بيجيك أونلاين يعني الليتر أوف أكسبتنس أنت بتلقاها أونلاين فبتتابع البروسيس أو بتتابع البروسيس بتاعت الابليكيشن بتاعك أونلاين وصل نوصل آخر وبعد ما تلقى الليتر أوف أكسبتنس أونلاين يمكن تعمل الأكسبتنس أونلاين بالنسبة لماليزيا فانا البلد الرخيصة والبلد الجميلة بصراحة وكان في اليو دي اف في لحظة من اللحظات قبل ما الدولار يختفي فجأة كده في 2008 2009 كنا 100 سوداني في اليو دي اف وكانت يعني من أجمل أيام العمر بصراحة وهي الإضافة في ماليزيا وكانت الدراسة رخيصة كانت السيمستر طبعا السيمستر كان بحوالي 1000 دولار اللي هي 1000 دولار دولار كان 200 جنيه في 2008 و التو سيمستر معناها ب 2000 دولار السنة كل زوج يدوه إخوان رومبرا أوفرا ممكن يكون فيها داش باسرو ممكن يكون فيها كامل باسرو عازم مش كانت بسبع رينجت رينجت سبع رينجت حوالي 2 دولار وانت محتاج يعني المعيشة حوالي أنا كنت عايش من 200 دولار لكن عيش كده في مصر 300 دولار بكون كويس إلا 200 دولار يعيش بالمياه شديد السكن محتاج ل 100 دولار بالمنص بالنسبة طبعا في مواصلات كل في ساعة في مصر بياخد من الكامبس للسكول جوا ممكن تشتري لك مودم طبعا من الحاجات الغريبة برضو أنا كنت الأستاذ سأل يعني الحاجات اللي جيتها غريبة اللي تشوف في ماليزيا وطبعا احنا البنات هناك ما بيركبوا المودم يعني البنات اللي بيركبوا المودم روح انت جاي بتعمل اس ام اس هنا زي المودم يعني كثير كثير تشك بدعمهم يعني وده ده ذيس از يعني حاجة طبيعية بالنسبة لهم فأنا عندي مودم برضو بس غير بالنسبة للغة الإنجليزية في طبعا السودانيين في اليو دي ام سبحان الله أظن بعد الاتفاقية بتاعت السلام بقت اللغة الإنجليزية هي official language في اليو دي ام تحديدا هي السودانيين كلهم exempted من اللغة الإنجليزية أنا لما مشيت في 2008 كان التوفل والايلتس required فأنا ما عملت من أكثر من عملات الامتحان وبشوف عندهم أربع ليفلز اللي هو beginners مع elementary ولو intermediate طبعا دخلوني ليمتد اللي هو 8 اشهر مش انت الاستاذ كده صح قلت لها يا فندم جرادويتد فروم بزنس سكول ان مايكل انا خدت على الحكومه هنا قلت لها ديفرنت ستاندرز ديفرنت ستاندرز اللغه الانجليزيه فاتت حاجه مهمه جدا عدت فيها 8 اشهر قبل ما اخد البي اتش دي لكن انا ما ندمان عليها انا تعلمت فيها كثير فاللغه الانجليزيه فاتت نحن كلنا نتكلم عربي ما في مشكله هي لغه مخاطر لكن انت ممكن تتعلم اللغه الانجليزيه دي اضافه لك اخوان ما في مشكله انت بتعلم عربي لكن حاول تتعلم اللغه الانجليزيه لان كل الحاجات باللغه الانجليزيه الفابريكيشن ده حتى الكونفرنس وغيرها انت محتاج اللغه الانجليزيه فحاولوا تطوروا اللغه الانجليزيه بتاعتكم ودي كل الحاجات اللي حبيت اشارك وبعدها اذا كان ممكن يكون في انديفيدوال يعني حبيت اسال سؤال برايفت ممكن انا اساعدكم في موضوع الابلكيشن اللي جاي ونتمنى لكم التوفيق ونشكركم ان شاء الله شكر ما ريزي شكر طبعا لما بدأت أشكر لهم كوريا والله ما أعرف ما أزوج فيها أربع فصول يعني عز المطر اللي هو قريب المهم أنا كان سفر راس كده تقريبا بس سنين كتير يعني مش عارف حد يفوت يبدأ وتبدأ تاني مش كده عملت كده